بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل يا شباب في مساق مقدمة في التصميم الرقمي، وراح نكون في الوحدة الرابعة اللي هي الدوائر المنطقية المتعاقبة. الآن يا شباب في عنا نوعين من الدوائر المنطقية، في عندي النوع دوائر المنطقية التوافقية، وفي عندي نوع بسموه الدوائر المنطقية المتعاقبة. الآن التوافقية يا شباب هذا اللي احنا أخذناه في الوحدات السابقة، تمام، وفيه يعتمد الخارج يا شباب على المدخلات فقط في تلك اللحظة. يعني زي ايش؟ زي البوابات اللي أخذناها اللي هي عادية، الأور والنور والناد، وهدول البوابات يا شباب، تمام. بيكون عندي في عندي مثلا صفر واحد، بخرج عندي الخارج على طول واحد، وباقي البوابات اللي أخذناها. أما النوع الجديد الدوائر المنطقية المتعاقبة، بقول لك هذا النوع يا شباب بتميز بوجود ذاكرة أو ميموري. إيش يعني؟ بحيث إنه الخارج يا شباب مش زي هذه الحالة إنه أنا بعتمد على المدخلات فقط، ليس على المدخلات فقط، أنا عندي بعتمد على المدخلات وعلى الخارج السابق للدائرة، لأنه في عندي ميموري يا شباب بخزن. أوكي، طيب، من أشهر أنواع الدوائر المتعاقبة في عندي يا شباب اللي هي المسكات اللاتشز، في عندي القلبات او اللي هي فليب فلوب، عندي التايمرز المؤقتات، وعندي يا شباب الريجسترز اللي هي المسجلات، وفي عندي كمان اللي هي الكاونترز العدادات. الان يا شباب نيجي للمسكات او اللاتشز اللي هي احد انواع اللي هي الدوائر المنطقية التعاقبية. اللاتشز بقول لك هي وحدة تخزين اساسية، يعني تخزين يعني يا شباب ايش فيها؟ يعني فيها ميموري زي ما حكينا. ثنائية الاستقرار، ايش يعني ثنائية الاستقرار؟ اي انها تقوم بتخزين قيمتين وهما الصفر، وبتخزن برضو الواحد، يا صفر يا واحد. اوكي، اشهر انواع المسكات الشباب اللي هو الاس ار لاتش. اس جاية من كلمة اللي هي ست، والار يا شباب جاية من كلمة ريست، يعني يا شباب ست اللي هو التشغيل، وريست اللي هو إعادة التشغيل. طيب الآن يا شباب الأس آر لاتش الآن يا شباب كيف حتكون؟ يعني هي بشكل عام، يعني حيكون يا شباب في عندي أنا عبارة عن، حيكون عندي هنا يا شباب صندوق بداخله اللي هو مكونات من اللوجيك جيتس، تمام، ممكن تكون نور، ممكن تكون ناند، حنشوف كيف. وحيكون إيش في عندي؟ حيكون في عندي يا شباب اللي هو المدخل اللي هو بنسميه يا شباب اللي هو اس، اللي هو اختصار من كلمة ست، وفي عندي هو المدخل بنسميه ار اللي هو اختصار للريست، وفي عندي يا شباب اللي هي الحالة الخرج اللي هي كيو، ايش حيكون عندي هو ده الخرج، وفي عندي المتمم تبع الخرج اللي هو ايش شباب بسموه الانفيرتر مثلا اللي هو كيو شرطة، تمام يا شباب. بحيث انه انا يا شباب لما انا احط، انا المفروض لما اجي احط انا في الست اللي هي الاس بدها تساوي واحد، ايش معنات الكلام هذا؟ انه الخرج كيو بده يكون واحد. طيب لما تبقى الار بده يساوي واحد، يعني يا شباب اللي كيو بدها تساوي صفر. هيك يا شباب في علم الالكترونيات، انه لما نكون ان الاس يعني ست يعني تشغيل، الكيو اللي هو الخرج بده يساوي واحد، والار بده يساوي واحد يعني ريست يعني عيد تشغيل، يعني الكيو يا شباب بنطفيها. طبعا ما نشغلش بالنا شباب في الكيو شرطة، الكيو شرطة دائما بتكون عكس الكيو، ما هي هذا كيو كيو شرطة، يعني اذا كانت هذه هنا واحد حتكون هذه صفر، واذا كانت هذه كانت صفر هذه حتكون واحد. يعني احنا ما نشغلش بالنا كتير في الكيو شرطة، لان هي دائما حتكون عكس الكيو. الان يا شباب بالنسبة لبناء بوابة الاس ار لاتش او الان يا شباب بالنسبة لبناء بوابة اللي هي الان يا شباب بالنسبة لبناء الاس ار لاتش، في عندي انا طريقتين حيتم استخدامها، يا اما باستخدام بوابة النور او باستخدام بوابة الناند. الان يا شباب الاس ار لاتش باستخدام النور راح تكون الرسمة كالتالي، انه احنا بيكون في عندي اللي هي بوابة النور وكمان بوابة تانية، وفي عندي هنا الأس
وفي عندي هنا ال R، وهنا عندي يا شباب اللي هو الخرج اللي هنا راح يجي كإنبوت هان، والخرج اللي هنا يا شباب راح يجي كإنبوت هان. يعني أخذنا من كل مخرج إنبوت للمدخل الثاني، تمام. طيب هنا حيكون في عندي يا شباب هذه الكيو، وهنا حيكون عندي قلنا اللي هي كيو شرطة. طيب الآن يا شباب بالنسبة لجدول الحقيقة لبوابة النور، اللي هو النور جدول الحقيقة تبعه. الآن يا شباب إيش كنا نقول؟ كنا نقول لما حيكون في عندي حالتين، عندي A عندي B، تمام، عندي هنا يا شباب اللي هي سميها الخرج أو الكيو أو واي اللي بدك إياه، احنا هيكون يا شباب 0 0 1 0 0 1 1 1. ايش كنا نقول يا شباب في الحالة هذه؟ قلنا يا شباب انه النور هي عكس الاور. الاور ايش كنا نقول فيها الاور؟ الاور يا شباب كنا نقول انه الخرج بيكون عندي واحد اذا توفر عندي واحد، تمام. الاور اللي هي الجمع يا شباب. اذا النور هذه هي العكس، اذا توفر عندي واحد هيكون الخارج صفر. اذا يا شباب الان يا شباب 0 + 0 في حالة الاور هتكون قديش؟ هتكون صفر، عكس هالنور اللي هو هيكون واحد. طيب 0 + 1 في حالة الاور قديش؟ واحد. طيب العكسها هيكون صفر. طيب 1 + 0 في حالة الاور عندي في واحد هنا مضمونة واحد، اعكسها صفر. 1 + 1 في حالة الاور يا شباب الجواب واحد، اعكسها بيساوي صفر. إذا يا شباب في حالة النور إذا في عندي أنا أحد المداخل واحد، إذا توفر عندي واحد صفر، إذا توفر عندي بس واحد الخارج صفر، إذا توفر عندي بس واحد اللي هو يا شباب الخارج صفر. إذا يا شباب إذا توفر في بوابة الأور مدخل واحد فقط، إذن الخرج صفر. آسف، اللي هي دي بوابة النور. بوابة النور إذا توفر في بوابة النور يا شباب أحد المداخل واحد، إذن الخرج حيكون صفر. طيب يا شباب الآن بدنا نيجي احنا نشوف كيف بدنا نتعامل مع الـ SR latch. في عندي شباب عدة حالات، في عندي الحالة الأولى بدنا نجرب يا شباب نحط فيها اللي هي الـ S اللي هي الست بدها تساوي واحد، والـ R اللي هي الريست بدها تساوي صفر. بدنا نشوف يا شباب الـ Q قديش بدها تساوي، وبدنا نشوف الـ Q شرطة قديش بدها تساوي. اوكي الان يا شباب احنا قلنا بدنا نحط الاس او الست بيساوي واحد، اذا هنا في عندي واحد، والريست صفر، اذا هنا في عندي صفر. طيب الان يا شباب في حاله النور انا ايش قلت لك؟ قلت لك لما يكون احد المداخل واحد اذا الخارج صفر، احد المداخل واحد الخارج صفر. اذا عندك شباب عندك هنا احد المداخل شباب واحد، اذا الخارج بده يكون صفر. طيب اذا هي هنا في عندي في حاله النور احد المداخل واحد، اذا شباب على السريع هنا الخارج صفر، ما فيش داعي اشوف ايش الحاله هنا عشان احدد هذه. طيب الان الصفر هذا شباب لاحظ انه الخارج اللي عندي هنا ماشي 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 وجاي وين فايت في المدخل اللي هنا، اذا المدخل هنا شباب عباره عن صفر. طيب البوابه هذه اللي هي النور عندي مدخلين قديش؟ صفر وصفر. طيب في الحاله هذه قلنا شباب لما يكون صفر صفر قديش عندي يا شباب بيكون الخارج؟ بده يكون واحد. اذا في الحاله هذه يا شباب ايش طلع عندي؟ طلع عندي الكيو بدها تساوي قديش؟ بدها تساوي واحد، والكيو شرطة بدها تساوي صفر. وفعلا يا شباب احنا زي ما قلنا في حالة اللي هي اللوجيكس والالكترونيات الست، يعني لما انا احط ست بساوي واحد اذا يعني الكيو بدها تساوي واحد. ولاحظ يا شباب الكيو شرطة هي عكسها، اذا تأكدنا انه هذا منها حاجتين، انه لما الست بساوي واحد الكيو بده يساوي واحد، والكيو شرطة لازم تكون عكس الكيو، هنا واحد عكسه بيكون صفر. طيب الان يا شباب لو اجينا احنا ايش سوينا؟ بدنا نخلي الاس بدها تساوي صفر
والار بدها تساوي صفر. بدي اشوف انا ايش وضع الكيو قديش بده يساوي، ووضع الكيو شرطه قديش بده يساوي. تمام. طيب خليني اجي امحى هدول هنا هيك، او خليها طيب. الان بدي اجي اشوف كيف بدنا نتعامل مع هذه الحاله. طيب يا شباب، الان انا في عندي هنا قديش، قلنا هذه بطت، هذه صارت الان صفر، هذه الان صارت صفر، شلنا يعني مين على الواحد. طيب الان في عندي هنا واحد يا شباب موجود من قبل، اذا تعال هان هان هيك فوت هان، عندي هنا واحد. طيب صفر وواحد، قلنا يا شباب في حاله النور اذا انا احد المداخل عندي واحد، اذا الخارج يا شباب على السريع بده يكون صفر. طيب يعني هذا ما تغيرش، الصفر اللي هان اجى وين هنا شباب؟ اجى هنا صفر. طيب صفر وصفر في حالة اللي هي النور، قلنا شباب الخارج بده يكون واحد. نتفاجئ يا شباب انه الكيو ضلت واحد، والكيو شرطة بتساوي صفر. ايش يعني يا شباب؟ يعني يا شباب انت في الحالة هذه، هذا قلنا يا شباب هذه عبارة عن اي سي، ممكن تكون اذا هذا اي سي بتعمل لي وحدة تخزين. كيف تعمل لي وحدة تخزين؟ اذا انت اجيت حطيت ست بيساوي واحد، قال لك بيديك الخارج بيساوي واحد، طبعا الكيو شرطة العكسها. طيب بقول لك لو انت شلت اللي هو الجهد، يعني كنت تضغط هنا على المفتاح، شلت ايدك من المفتاح، يعني الست صار صفر، بيقول لك بضله بيحتفظ بالقيمه ما بتغيرش. شايف الكيو صارت واحد، وكيو شرطه بيساوي قديش؟ صفر. اذا هذه شباب الحاله بسموها حاله ميموري، ميموري اللي هي شباب ذاكره. يعني يا شباب انا ما تغيرتش عند الحاله اللي هي بسموها برضو كمان شباب نو تشينج، نو تشينج. تمام. اوكي شباب الكلام هذا مهم جدا. طيب الان بدنا نيجي للحاله الثانيه، نيجي الان للحاله الثانيه. حاله 2 طيب يا شباب الان بدنا نيجي نشوف الحاله 2 اللي هي ايش بدنا نسوي. بدنا نقول انه الاس بدها تساوي صفر، والار بدها تساوي واحد، عكس الحاله الاولانيه. تمام، انه بدنا نعمل ريست الان. طيب بدنا نشوف الكيو ايش وضعها بده يكون، والكيو شرطه ايش وضعها بده يكون. تعال نيجي نشوف مع بعض. طيب الان يا شباب قلنا الاس هذه عباره عن الاس، وهذه عبارة عن الار، وهذه عبارة عن اللي هي كيو شرطة، وهذه عبارة عن الكيو. اوكي طيب اللي هي الاس يا شباب قديش بده يساوي؟ صفر، قلنا هان صفر، وعندك الار بده يساوي قديش؟ واحد. طيب الان في الحالة هذه يا شباب عندي هنا نور احد المداخل واحد، قلنا يا شباب لما يكون احد المداخل واحد الخارج على طول بده يكون صفر. اذا عندي هنا الخارج شباب قديش بده يكون؟ الخارج هنا بده يكون صفر. اوكي الخرج هنا اللي هو هذا هنا، ها نحطه هنا هيك، الخرج هنا بده يكون صفر. طيب الان صفر هنا، هي الصفر شباب بيجي هنا من الخرج بفوت هنا، اذا هنا صار في عندي قديش؟ صار في عندي هنا صفر. طيب صفرين، قلنا شباب في حاله النور لما يكون في صفرين الخرج عندي ايش بيكون؟ بيكون واحد. اذا يا شباب الكيو لاحظ انها صارت صفر، والكيو الشرطه بتساوي واحد. اذا شباب فعلا انه انا هذا منطقي يا شباب، انا في عندي هذه تعتبر دائره او اي سي، انه انا لما جيت عملت لها ست واحد الكيو اللي هي الحاله الطبيعيه الخارج اداني واحد. طب لما اجي اعمل ريست، اضغط على الريست، طبعا الكيو شباب لازم يصفر معايا، وهذا كلام مظبوط 100%. طب تعال نيجي للحاله اللي هي برضو ان نشيل اللي هو الار، نشيل منها الواحد يعني المفتاح نشيل منه، وهذه يا شباب الار بتساوي قديش؟ صفر. تعال نيجي نشوف ايش وضع الكيو، وتعال نيجي نشوف ايش وضع كيو شرطه. طيب يا شباب الان ايش صار في عندي هنا؟ هذه الان يا شباب هذه صارت بطلت ار واحد، هذه صارت عندي هنا صفر. اوكي يا شباب طيب لاحظوا ان انا عندي من الحاله الاولانيه، كان في عندي واحد صح؟ طيب اجى هنا واحد يا شباب، فات هنا واجت عندي هنا واحد. اوكي طيب هنا واحد وهنا صفر،
قلنا يا شباب في حالة النور لما يكون أحد المداخل واحد، إذا الخارج بده يساوي صفر، إذا هنا بتضلها صفر، وهنا يا شباب صفرين، إذا قلنا يا شباب الصفر بيجي بفوت هان صفرين، إذا الخارج عندي إيش؟ واحد. إذا يا شباب نتفاجأ إن الكيو ضلت صفر وإن الكيو شرطة بتساوي واحد. إيش بنفهم من الحالة هذه؟ الصفرين اللي هنا هذه حالة شباب ميموري زي اللي فوق. لاحظ يا شباب، إذا يا شباب لما جينا دخلنا هنا الست بيساوي واحد، اداني الكيوب واحد، تمام؟ طيب لما شلنا اللي هي الواحد من هنا خليناها صفار زي ما هي، ما دخلناش ولا اشي، ظلت الاي سي هذه محتفظه بالحاله هذه. اذا شفت فعلا هذا الاسقر لاتش هو عباره عن ميموري بيخزن الحاله السابقه. وبرضه لما اجينا يا شباب ضغطنا على الريسيت المفروض انا يطفي معايا الخرج، وفعلا طفى معايا الخرج. ولما شلنا يا شباب اصبعنا من المفتاح، اذا يا شباب الحالة ظلت زي ما هي، لانه هذا شباب بظله محتفظ بالحالة لما نشيل المداخل. وقتش طيب يا شباب ممكن يطفي؟ بيطفي شباب لما انت تشيل اللي هي الكهرباء، طول ما هو في الجهد هذا موجود شلناه بظل في عندي يا شباب اللي هو الحالة هذا. طيب يا شباب الان تعال نجي نشوف حالة اللي هي الثالثة، وركز لي معايا في الحالة هذه اللي هي حالة ثلاثة، اللي احنا بدنا نجرب انه الاس والار يساوي واحد، تمام؟ اذا الاس يا شباب بدها تساوي واحد والار بده يساوي واحد، بدنا نشوف ايش وضع الكيو وبدنا نشوف ايش وضع الكيو شرطه. طيب فالان يا شباب لو اجينا جربنا الحاله هذه، قال لك الاس بيساوي واحد يعني حط لي هنا واحد، والار بيساوي واحد يعني حط لي هنا واحد. قلنا يا شباب في حاله النور إذا أحد المداخل واحد، إذا على السريع هنا الخارج شباب صفر. طيب هنا شباب برضه نفس القصة، إذا أحد المداخل واحد برضه صفر، وحتى لو جينا جبنا الصفر هنا هي هيكون صفر. إيش بنلاحظ؟ بنلاحظ شباب إنه الكيو بيساوي صفر والكيو شرطة برضه بيساوي صفر، وإحنا قلنا شباب الكيو والكيو شرطة دول التنتين عكس بعض. كيف أنت تيجي تقول لي إن الكيو بصفر والكيو شرطة برضه بتساويها بصفر؟ هذا كلام منافي للواقع، لان هذول التنتين لازم يكونوا عكس بعض. اذا هذه الحاله شباب مش مظبوطه. طيب مش هيك وبس، طب تعال نيجي نجرب نشوف. لو قلنا يا شباب انه الاس بدها تساوي صفر والار بدها تساوي صفر، ايش وضع الكيو وايش وضع الكيو شرطه؟ فالان يا شباب انه احنا قلنا انه هذه بدها تكون صفر وهذه بدها تكون صفر، بطلت الان واحد وبطلت الان هنا واحد. طيب الان تعال نبدا شباب بالكيو شرطه اللي هذا او بكيو اللي هذا بدك اياه. نبدا في هذه الحاله الان في عندي هنا صفر كانت موجوده، طيب الان شباب اجت الصفر هنا واجت هنا ايش صفر. طيب صفرين في حاله النور بيديني خرج قد ايش شباب؟ بيديني خرج واحد. طيب بعدين الان هنا واحد ارجع 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 وجا لي هنا واحد، اللي هو شباب قلنا لما يكون احد المداخل بيكون واحد اذا الخارج بده يكون قد ايش صفر. طيب تعال نيجي نكتبها، اذا الكيو بيساوي واحد وكيو شرطة بده يساوي صفر، تمام شباب؟ هتو فيش بدينا؟ بدينا الآن بكيو هنا، كيو شرطة. طيب، احنا الآن يا شباب لو بدينا احنا مش بالكيو شرطة، لأن لو بدينا بالكيو اللي هنا شباب، لو بدينا بالكيو، الكيو هنا شباب صفر، وهنا يا شباب اجت هنا صارت صفر، طيب، صفر وصفر يا شباب، قلنا في حالة الصفرين حيكون خارج عندي واحد، إذا خارج عندي واحد، طيب. الآن عندي هنا واحد، إجت هنا شباب واحد وصفر، إذا إيش في عند الخارج؟ حيكون الخارج عندي صفر، تمام؟ إذا يا شباب في الحالة هذه الأس بدها تساوي صفر، والآر بده يساوي قديش شباب؟ بده يساوي صفر، الكيو شرطة بدها تساوي واحد، والكيو في الحالة هذه بدها تساوي صفر. لاحظ يا شباب قلنا هنا مشكلة ثانية في حالة اللي هي لما يكون اثنين اصغر الاس والار واحد واحد، قلنا انه المشكلة الأولى بيبقى التنتين متساويين هذا منافي. والشغلة الثانية شباب حالة الميموري لاحظ ايش ادتني؟ حالة الميموري انه انا لما اشيل اللي هو المداخل قلنا الشباب لازم يكون محافظ عليها، طلع ايش بقول لك؟ بقول لك انه انا في عندي حالة الكيو كانت هنا بواحد صارت هنا بصفر، والكيو هنا كانت كل شرطة كانت هنا بصفر صارت هنا بواحد، تمام؟ فهذه مشكلة يا شباب انه هنا عكس لي الحالة في حالة الميموري، وهذا كلام ما ينفعش. إذا شباب الحالة الثالثة هذه اختصارا انه هذا شباب حالة not used، إذا هذه الحالة يا شباب not used not
used غير مطبقة. الآن شباب بدنا نيجي نشوف باستخدام الناند. احنا الآن شباب قادرين نرسم الرسمة تبعت الناند مباشرة، ولكن أنا حابب إنه إيش نعرف الأمر كيف إجا. فالآن لو رسمنا شباب بوابة النور زي ما أخذناها الأس أر لاتش قبل شوية، وفي عندي هنا الأس، وفي عندي هنا الأر، وقلنا في عندنا هنا الكيو، وقلنا في هنا عندنا كيو شرطة. الآن بنيجي هنا هيك، وهذه هنا هيك. طيب الآن شباب احنا لما كنا لو بدنا نحول هذه النور لناند، ايش كنا نقول يا شباب؟ كنا نقول لو عكسنا المداخل، اعكس المداخل، هي عكسنا المداخل، واعكس الخارج، الخارج هنا بنحط له برضه شرطة، وهذا شباب برضه الداخل اللي هنا بدنا نعكسه، هاي المدخل هذا اعكسه، وهذا هنا شباب اعكسها، والخارج برضه اعكسه. فصارت عندي انا الحالة هنا ايش بدها تكون موجودة عندي؟ بده يكون عندي موجود اللي هي هذه النور، صارت الآن شباب ايش ناند. هذا شباب كيف عملناه، بتراجع الدروس اللي اخذناها، هذا اخذناه في الوحدة اللي فاتت الثانية او الثالثة. فالآن شباب هذه بدها تكون في عندي هنا كيو، وهنا بده يكون في عندي كيو شرطة، وعندي هذا شباب بالشكل هذا هيك، وعندي هذه بالشكل هذا، وعندي هنا اس شرطة، وعندي هنا ار شرطة. يعني يا شباب في المحصلة عندي الاس هنا بطت هنا اقبالها ليا يا شباب الكيو شرطة، صارت عندي كيو. فبالتالي يا شباب انه الوضع عندي صار عكس النور تماما في حالة النان، صار عندي الحالة مختلفة. فاذا يا شباب عندي تروث تيبل اللي هو شباب جدول الحقيقة، في هذه الحالة للاس ار لاتش اختلف. ايش بده يكون عندي هنا شباب؟ حيكون في عندي هنا الاس والار، اس ار ممكن تحط هنا شرطة شرطة، وفي عندنا هنا شباب حالة الكيو، وفي عندنا هنا حالة الستيت، وهنا شباب الشغلات اللي هي عندك هنا صفر صفر، واحد صفر، صفر واحد، واحد واحد. فالان يا شباب انه انت لما يكون في عندك عندك هو هنا يا شباب الست بده يساوي واحد، قلنا الامر انعكس، فكانت في التو في الاول كانت الكيو بتساوي واحد، لا بقول لك انا الكيو بدها تساوي صفر، ولو حطيت الريست هنا بواحد الكيو هنا قد شباب حتساوي، حتساوي بواحد. تمام. طيب الحاله هذه شباب واحد واحد، الان شباب هذه صارت حاله اللي هي الكيو، حاله نو تشينج او حاله الميموري. اذا هذه حالة الميموري او يا شباب اللي هي نو تشينج، ما فيش تغيير، واللي فوق الصفر والصفر هذه يا شباب اللي هي غير مستخدمة not used، يعني صارت عكس النور تماما. تمام. حابب تتأكد ممكن تتأكد يا شباب بنفس الآلية اللي احنا عملناها فوق، ولكن شباب اجمالا انا مطلوب منك تعرف لي تحفظ لي الرسمة هذه كيف تطبقها، وتحفظ لي مهم جدا اللي هو truth table لكل واحدة فيهم، لا النور ولا الناند. طيب يا شباب نيجي الان لسؤال مهم جدا 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 هتتكرر عندك في الامتحان، بدنا نعرف كيف نتعامل مع الآلية هذه. الآن إيش بيجي بقول لك يا شباب؟ بقول لك إذا كان شكل النبضات الداخل لكل من الأس شرطة والآر شرطة في الشكل هذا الموضح عندك، يعني يا شباب عندك الأس والآر، هذا طبعا للناند، أوكي يا شباب؟ اللي هو أس آر لاتش، بقول لك أرسم شكل نبضات الخارج، في عندك كيو هذه، هذا طبعا يا شباب هي محلولة وخالصة، فإحنا بنتأكد منها. طيب الآن بفرض أن الحالة التي عليها الخارج كيو قبل تطبيق أول نبضة لكل من المدخلين هو كيو صفر، يعني قال لك كيو هذه كانت في الأول صفر، خلينا إحنا نمحى الأفضل، نمحى شكل الكيو وإحنا نحصل عليه لحالنا. تمام. طيب الان يا شباب
مديك هو اللي هو النبضات للأسفل الأر. قلنا يا شباب هذول دخلات على مين؟ دخلات على الأس أر لاتش. يعني في عندي هنا يا شباب اللي هو الأس أر لاتش، وفي عندك هنا اللي هو الأس والأر عبارة عن نبضات. بدنا نشوف يا شباب وضع الكيو. قلنا يا شباب الكيو شرطة هو يقبع عكس الكيو. فالآن شباب في عندي هنا بدي أشوف أنا رسمة الكيو كيف بدها تكون. أوكي يا شباب، إيش قال لك؟ قال لك معلومة مهمة جدا يا شباب، قال لك إنه قبل تطبيق كانت الكيو بتساوي صفر. إذا قبل ما نمشي هنا كانت الكيو صفر، فلازم هذا تحطه في الحسبان. أوكي يا شباب، إذا يعني ممكن إذا بدك قبل ما نبلش من هان، يعني قبل ما تبلش من هنا بقول لك إنه كانت الكيو واضح هنا قديش، هنا صفر قبل ما تبلش النبضة. طيب الآن تعال نيجي على أول نبضة هنا، قال لك الأس قديش شباب؟ هيها واحد والار واحد. طيب في حالة لما يكون الاس والار واحد واحد، ايش وضع الكيو؟ ميموري نو تشينج. طب ايش نو تشينج؟ ايش كان وضع عندي في الاول؟ قال لك الوضع عندك كان في الاول عبارة عن قديش؟ صفر، وحيظلوا صفر، حيظلوا صفر. طيب بعديها ايش النبض اللي اجت يا شباب؟ قال لك الاس صارت بصفر والار بواحد. قلنا يا شباب في الحالة هذه هي الاس بصفر والار واحد. قلنا يا شباب في الحاله هذه ان الكيو بدها تصير قديش؟ واحد. اذا الكيو صارت عندك الان يا شباب قديش؟ تطلع فوق هنا هيك وبدها تصير واحد. طيب لغايه قديش النبضه اللي هنا؟ طيب النبضه اللي هنا ايش صار عندك؟ بقول لك صار عندك اللي هي هذه، هيها قال لك الاس بواحد والار بواحد، الاس بواحد والار واحد. ايش وضع الحاله هنا؟ نو تشينج، اذا تبقى الكيو زي ما هي. اذا هذه الحاله هنا هيك. طيب بعديها هنا النبضة اللي هنا ايش قال لك؟ الاس بواحد والار بصفر. اذا هي الاس بواحد والار بصفر، اذا الكيو قديش حتساوي؟ صفر. اذا الكيو في الحالة هذه حتساوي صفر. طيب النبضة اللي بعديها واحد واحد، واحد واحد نو تشينج، حتضلها ايش نو تشينج؟ يعني الحالة هذه مش حتتغير، حتضلها صفر زي ما كانت في الاول. طيب اللي بعده، اللي بعده قال لك يا سيدي العزيز انه انت في عندك الحالة هذه الاس بصفر والار بواحد. قلنا الكيو قد حتصير واحد، اذا الكيو حتطلع فوق وحتصير واحد. طيب الحالة هذه كلها هي هذه اللي هنا واحد واحد، اذا هنا واحد واحد نو تشينج، اذا شباب حتضلها نو تشينج، يعني الحالة مش حتتغير. اذا كانت بواحد بتضلها واحد، واذا كانت بصفر بتضلها بصفر. اجينا هنا النبضة جديدة اللي هي شباب عبارة عن ايش؟ اللي هي واحد وصفر. اذا هاي الاس بواحد والار بصفر، اذا قديش الكيو حتكون؟ الكيو حتصير صفر، اذا تنزل تحت وبتصير صفر. الحالة اللي بعديها هنا واحد واحد، اذا نو تشينج. ايش نو تشينج؟ يعني لا تتغير، تبقى صفر. طيب الحالة اللي بعديها يا شباب واحد صفر، هيها واحد صفر، اذا هذه برضو بتضلها صفر هنا هيك، بضلها صفر. وقال لك النبضة اللي بعديها هذه هنا قال لك واحد واحد، اذا واحد واحد نو تشينج، تبقى كما هي، اذا صفر هيك. هيها خلينا نمحاها نعملها، اذا هذه لغاية الهان هيك عبارة عن صفر. طيب بعديها عندك هنا صفر واحد، هاي هذه صفر واحد، اذا الاوتبوت حيكون قديش شباب؟ حيكون واحد. الحالة بعديها واحد واحد نو تشينج، اذا الحالة اللي هنا يا شباب تبقى كما هي واحد. الحالة بعديها صفر واحد، هيا صفر واحد، اذا الكيو بدها تكون واحد. طيب الحالة بعديها هنا واحد واحد، اذا الكيو حتضلها على طول واحد. خلينا نمحاها بس ونظبطها شوية. اذا هذه هي الرسمه يا شباب، ممكن انت نتاكد منها، بنلاحظ انه نفس الكيو اللي احنا ايش حصلنا عليها يا شباب. اوكي ممكن برضو تطبق انت الحاله اللي هي قبلها على البوابه اس ار لاتش لما تكون باستخدام النور. اوكي يا شباب، اذا خلاصه لازم تحفظ لي الرسمتين تبعت الناند والنور، وتعرف لي اللي هو تروث تيبل جدول الحقيقه لكل واحد فيهم عشان تعرف كيف تحل المسائل. ويلا شباب بالتوفيق والسلام عليكم.